وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية هتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهاردة، طمنينا أخبار الجو إيه وإيه المناطق كمان اللي هيكون فيها نشاط للرياح؟ بالفعل يمكن اليوم هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار عن أمس بحوالي 4 درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 27 درجة مئوية، مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة نتيجة استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من مناطق صحراوية، بالإضافة كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، فده بيساعد أن قيم درجات الحرارة ترتفع وهنحس بالأجواء المائلة للحرارة على محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء. أجواء حارة بشكل كبير على جنوب الصعيد لأن كمان المناطق الجنوبية بتكون قيم درجات حرارتها أعلى من المحافظات الشمالية. صحيح. ده هيكون فترة النهار وخاصة مع وجود أشعة الشمس، لكن فترات الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. بالضبط، اختلاف تماما بين فترة النهار وفترة الليل، رغم كمان أن قيم درجات الحرارة فترة الليل هيحصل فيها ارتفاع خلال الليلة اللي جاية دي، وتوصل يعني صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى 16 ل 17 درجة مئوية. هتكون الأجواء باردة بشكل كبير خلال فترة الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وكمان في الأماكن الصحراوية، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير. كمان اليوم هيكون فيه بالفعل نشاط للرياح، سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة في السواحل الشمالية للبلاد اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط. هيكون مثير للرمال والأتربة في غرب البلاد، يعني عند مطروح والسقلوم وسيدي براني، المناطق الغربية مش المحافظات الداخلية. لكن نشاط الرياح ده بكرة إن شاء الله هيزيد عن اليوم وهيتأثر على أغلب المحافظات الشمالية كلها، فبكرة متوقع إن شاء الله مزيد من الارتفاعات الأخرى في قيم درجات الحرارة فترة النهار. متوقع غدا عظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية فترة النهار، فأجواء هتبقى أجواء حارة بشكل كبير خلال فترة النهار، وكمان هيكون في نشاط للرياح في أغلب المحافظات، هيكون مثير للرمال والأتربة لأن الكتل الهوائية بكرة إن شاء الله هتبقى كتل هوائية جنوبية غربية من الصحراء الغربية مع سرعات رياح بتوصل ل 40 كيلو متر على الساعة، فلازم نخلي بالنا بشكل كبير من الفترة دي من الأتربة والرمال المثارة، مرضى الكتلة الصدرية والجيوب الأنفية لو احنا خارجين، وخاصة بكرة الجمعة إن شاء الله لازم نرتدي الكمامات، القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق لأن الأتربة والرمال المثارة أيضا بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ويمكن تأثيرها الأكبر كمان هيكون في المناطق الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير كمان نوعية الملابس لأن بعد الارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة طبعا هيحصل انخفاض تاني. أكيد طبعا. بالضبط، يوم السبت إن شاء الله متوقع أن قيم درجات الحرارة تنخفض بحوالي 6 درجات عن يوم الجمعة. العظمى على القاهرة الكبرى بالفعل هتكون ما بين 24 ل 23 درجة مئوية فترة النهار، وعلى مدار باقي أيام الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هتكون حول المعدلات ما بين 22 23 درجة مئوية، وكمان فترات الليل يعني هترجع تاني فترات الليل فيها البرودة والبرودة الشديدة لأن احنا الصغرى فترة الليل تاني هتنخفض وتوصل ل 12 درجة مئوية الأسبوع اللي جاي، فده اللي هنأكد عليه، الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، بلاش تخفيف الملابس، بلاش ننخدع بأشعة الشمس خلال فترة النهار ونخفف الملابس لأن احنا بالفعل هنحس بالدفء والأجواء الحارة، بس تجنبا لنزلات البرد عشان فترات الليل والأيام اللي جاية بلاش تخفيف الملابس حتى انتهاء فصل الشتاء اللي هينتهي إن شاء الله 2023. ومهم كمان نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية لأن الفترة دي بتبقى فترة انتقالية، التقلبات الجوية اللي فيها بتبقى حادة. صحيح. طب في أي شبورة يا دكتور منار؟
هو في طبعا شبوره مائيه، لكن وجود الشبوره المائيه ان شاء الله مش هياثر تماما على حركه المرور. الشبوره المائيه طبعا بتتواجد فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي في مجملها شبوره مائيه خفيفه هتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، مش هتاثر تماما على حركه المرور، لان احنا سرعات الرياح اللي هتكون موجوده معانا النهارده او بكره مش هتساعد على وجود الشبوره المائيه الخفيفه. ونشكر حضرتك جدا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 27 والصغرى 18، أيضا في العاصمة الإدارية 27-18، الأسكندرية 24-16، والعلمين الجديدة 24-15، مطروح 22-12، ودمياط 22-16، بورسعيد 22-16 أيضا، والإسماعيلية 27-15، سويس 27-16، والعريش 24-15، كاترين 15-4، وطابة 24-16، حلايب 25-17، وشلاتين 28-17، شرم الشيخ 26-17، والغردقة 25-16، الفيوم 27-15، وبني سويف 28-13، الوادي الجديد 31-13، وأسيوط 29-13، سوهاج 29-14، وقنا 30-15، الأقصر 31-15، وأسوان 30-16. زي ما حضراتكم شايفين يعني درجات الحرارة واصلة ل 30-31 في بعض المحافظات، لكن زي ما دكتورة منار قالت لنا هيحصل تاني انخفاض في درجات الحرارة، فياريت نخلي بالنا. على العموم عودة مرة أخرى لمحمد والبسنت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.